كتيبة فرسان الحق بالاشتراك مع كتيبة الشهيد الملازم البطل محمد عبدالله تحاولان اقتحام حاجز العيار في مدينة كفرنجا فجر الأحد الاشتراك مع كتيبة الشهيد محمد عبدالله تحاولان اقتحام والاستيلاء على حاجز العيار في مدينة كفرنبي والحياز وحيازة اسلحته الاحد 4/3/2012 فجرا
كفران بنتي 4/3/2012 فجر الأحد الرابعة والنصف صباحا. كفران بيل 4/3/2012 Thank you.
تحديد 4/3/2012.